الزميلات والزملاء الأفاضل، في ختام هذا التقرير أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، ودوره المقدر والمنتج في القيام بمهام وكالة المجلس، والذي كان لإسهاماته القانونية الفضل في تخطي الكثير من العقبات التي صادفت إقرار بعض التشريعات، وسيادة النائب الأستاذ محمد أبو العينين وكيل المجلس، وتعاونه المثمر معي في مكتب المجلس لما يمتلك من خبرات برلمانية كبيرة. وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الذين كان لتعاونهم البناء الفضل كل الفضل في هذا الحصاد المثمر والمنتج.